شد الموتور اليوم وزاد بحال راه هو دابا هو اللي هو اللي مدور هذا الشيء ورا ما مدور ما والو. هو اللي بيعو دابا كيفاش كيديروا لهاد القضيه هادي؟ تخرجوا من لاميزون، تخرجوا من لاميزون 200 200 يعني موتور غالي ساوي الجروب ديالو ساوي الروايد ديالو. حيد له الروايد ديال السكر، حيد له الروايد العاديين، حيد له شي حوايج فيه. بلاتي بلاتي بلاتي، خليك معايا اخي حميد، خليك معايا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، من العجائب والغرائب مواطن بعث ريبورتور ديالو المكناسي اللي هو اللي قدامي الان سي حميد، وبعد مده مشى دعاه واتهمه بالسرقه، والضحيه اللي معنا الان اللي هو سي حميد يكشف تفاصيل مثيره عن النصب اللي تعرض ليه. خدا لي رزقي وقال لي انا سرقته وانا شريته من عند السيد لي يعني بالكارد غريز بالوريقات بكل شيء، علاش غيضيعني في رزقي وانا يعني تبت ودخلت سوق راسي وباغي الطريق وما بقيت باغي نخدم على وليداتي وعلى المهمه ديالي وعلى الزوجه ديالي. خويا حميد اليوم يعني ما حتى واحد ما غيصدق هذه المساله ديال انك شريتي موتور بكارد غريز بمسائل، وشويه يجي يوقف عليك واحد يقول لك هذا ديالي، من الغرائب يعني غريبه. شنو وقع لك بالضبط؟ عاود لينا ذاك الموتور. نعم جوج ديال الاكسايد. لا دابا حنا قبل من دابا بلاتي، حنا قبل ما نوصلوا لهذا الشيء، شريتي موتور شحال شريتي هذا الموتور؟ شريته بمليون قل 100 درهم. اها وصلحته ب 200 ريال. اها جاتني بحقي ديال الوقت. من عند من شريتيه؟ شريته من عند واحد السيد هنايا ولد عمال حتى هو شاريه. حتى هو شاريه من عند ذاك السيد اللي ناصق اللي مخلوط فيه. اها هو راس العين، هو اللي بالو اللي باع اللي باع لي هو راس العين. اها حقياش هذاك السيد اللي باع لي فاش وقفنا عند قدام الضابطه القضائيه وقدام المحكمه كيعترف فمو بانه كان جالس في قهوه عموميه وسلم البطاقه الوطنيه ديالو لذاك الشخص اللي باع له، وهذاك الشخص اللي باع له ركب على دراجه ديال جوج روايد ومشى جاب كارت غريز وجا سلمها له، والاخر شرا منه. وهذا كارت غريز واش اوريجين ولا يعني هذاك اللي باع لي هو اللي مخلوط في هذا الموتور هذا، والسيد اللي كيقول لك مسروق لي هو المسؤول الرئيسي على هذا الشيء. لحقاش الا جا بحث عليه المخزن وقلب على الديكلاراسيون ديالو فاس غيلقى بان تسرقوا له شي ثلاثه المطار ولا اربعه ولا خمسه. فاش كان ما كانش الموتور بالبلاكه، كان غير بالكارد غريز. كارد غريز كيمشي يشريه وكيحيد له الجروب وكيركب جروب اخر وحيد له الروايد المزيانين ويركب له روايد عادي ديال قديو عديت شي من اللي في بياسه، وليت صوبت لنا الروايد تي بليس وليت عاودت الموتور. خديتي مليون كما قلتي؟ قد خديتو الموتور تيبان لك مازال جديد، واني لي زاكسسوار ديالو معيدين. انا وليت عوضت له ديك لي زاكسسوار ب 100000 ريال باش وليت قديتو. عاودتي وقديت؟ عاودت وقديت حتى النهار اللي قديت الموتور بقيت تنغسلو بباب لاكريي. شحال ضرب عندك الموتور؟ ضرب عندي عام. عام وانت كترولي به؟ درت به عام وانا ترولي به، ودرت به جوج ديال الكسايد في هذا العام. في هذا العام درت به جوج ديال الكسايد، هزتني لومبيلونس ومقيد عندي واحد الديكلاراسيون في الويتيام وقبطوا السيد اللي ضربني. ما كاين حتى شي حاجه، عادي كتدخل كتخرج. ودخلت للفوريان خمسه د المرات به. دخل لي للفوريان وتنخرجوا خمسه د المرات. الموتور عادي، الموتور ديال حميد، وحميد راه هو مول الموتور. هو مول الموتور صافي. واحد اللحظه تنتفاجئ بان هذا جا عندي للسوق هو بجوج عباد الله شادد البوليس. جا عندي قال لي عسدي لي اخويا التصنيطقات هادو وعسدينا نمشيو لفاس. قلت له انا ما يمكنش، انتم ثلاثه عباد الله زائد من مكناس، من مكناس حتى لفاس راه خصكم هوندا. نعت له فين كاين الهوندا وشويه دخل معايا للبيع والشراء، قال لي واش تقدر تبيع ليه وكذا وهادي. بقيت تنقول له شري ما تشري وانا تنعبر فيهم. لحقاش انا مدوز الوسخ شفتهم تحركوا واحد شويه وانا نغوت لواحد البوليسي من السوق راه مازال لحد الان تنعرفو. الا بغاو الشهاده ديالو الا بغاو نجيبوه واخا كمل لينا. مشى لعندهم قلت منهم لي كارت لاسيونار. انا خفت على شي واحد اخر لي اديو، قلت راه يمشيو يخرجوا شي واحد من هنا ويديو له الموتور. انا شكيتي فيهم؟ شكيت فيهم، غوت لهم البوليس. جا البوليس قبط منهم لي كارت لاسيونار، شويه كيقولوا له هذا الموتور راه ديالنا. مشينا توجهنا للسانكيام الدائره الخامسه. هذا الموتور ديالنا، هذا الموتور باش انا عندي الكارد غريز وعندي لاسورانس ومريق الامور ديالي، وهو جايب وراق وجايب ورقه لا ميزون. هو كي دار لهذا الموتور هذا راه بصح راه ديالو، واني في نفس الوقت راه ماشي ديالو. علاش ديالو علاش ماشي ديالو؟ اشرح لنا. هو راه شراه من لا ميزون خرجو بسميتو ودار 3 شهور ديال لاسورانس،
وفي ديك الثلاث شهور ديال لاسورونس باش قربت تسلح قالت هو عقل مدبر هيهبط به من فاس حتى لمكناس. لا يعقل بان تهبط بالدراجه مسروقه من فاس حتى لمكناس وما عندك حتى شي ورقه وما يقبطوكش الجدارميه هادشي راه ولا البوليس ما كايناش هاد الهضره هادي يعني الطريق كامله فيها البراج ضروري كتلقى البراج. المهم باختصار هاد السيد كان عنده الوراق ديالو باقي يقرب يموت عنده لاسورونس دخل لبس حوايج فيمي ودخل بالموتور قبل ما يلبس الحوايج الفيمي دخل بالموتور حطو تحت الكاميرا وهم المخزن وهم الناس بان تسرق له الموتور ومشى ركب كاسك فيمي وجاكيطة كحلة وخرج بالموتور من باب السوق وحطو بدارهم وتما تم الديكلاراسيو. من بعد باش تم الديكلاراسيو خدا الديكلاراسيو حطو بدارهم وتوجيه بالموتور من فاس المكناس لقصد البيع بالاوراق وباعوا لهاد السيد اللي هو عنده يد معاه ولا بحثو الا بحث الا بحثوا في هادشي هذا غيلقاو هاد السيد هذا عنده شي خمسه ديكلاراسيونات ديال الماطر اللي تسرقوا له ولا ثلاثه ولا ما تصابش هادشي بصح هو نفس الشخص نفس الشخص. انا نمشي ديما يعني يمشي كيشري موطور و... شوف ما كايناش شي شغير بح فيه دابا هو دابا بحال كيدخل فلوسه جوج مرات كيدخل فلوسه جوج مرات تياخذ الموطور وكيرجع الموطور تيرجع الموطور تياخذ الفلوس تيرجع الموطور كيعيد الجروب جروب اللي مزيانه كيعيدها كيبيعها والروايد كيبيعو وكيتسناك انت تاخذ الموطور شنو لقيتي فيه؟ لقيت الروايد من كولين كنزيد غير شويه البياسه والجروب كامله متتشرشر الجروب ديالو الاصليه ولا محيده؟ لا الجروب ديالو الاصليه كيخرج بلي فان هو تابع للدوكر لوب موتو تتخرج بلي فان وراكب فيها الكاوازاكي وحنا نرجعو للفيديو الفيديو اللي تيجيب من فاس هو يديروا التعيين كاين الشرط الحمد لله في البلاد ديالنا راه جميع الوسائل باش يعرفوه كاينه الشرطه التقنيه والعلميه غياخذوا الفيديو وغيقارنوها مع الشخص اللي كيقول لك انا مسروق لي الموتور اللي هو تيدعي بانه مسروق له الموتور غيلقاو هو نفس الشخص اللي ركب على الموتور من تحت الكاميرا وخرج وهذا الشيء هو كان متمكن من هذه العمليه عارف شنو تيدير بالعربيه وهبط المكناس ودخلنا للمحكمه من عند البوليس 5 ايام للولايه من الولايه للمحكمه مباشره من المحكمه حضر معايا جلسه وحده هو حضر معايا جلسه وحده والله العظيم راه حضر جلسه وحده وخرج دار الموتور فوقاش انا غنكتشف بان دار الموتور تاع عنده 6 سنين ديال طلع وهبط للمحكمه 6 سنين وانا طالع هابط 6 سنين من 2017 ها هو التاريخ اللي عطاوني البوليس عليه اليوم لا حيد خويا هذا غير من 2000 واخا حيد من 2017 حيد من 2017 في شهر 6 في 15 وانا تنطلع وتنهبط ولا حتى شي واحد ما قال لي الموتور راه عطيناه له ولا عطوني شي ورقه بان تسلم الموتور باش ما بقاش نطلع ونهبط لا انا بقيت في اطار الحكم ابتدائيا عطاوني الموتور الابتدائيه بالارجاع حكمت لي بالارجاع حكمت لي الاستئناف بالارجاع حكمت لي النقط والابرام بالارجاع فاش توجهت عند البوليس بامر من الوكيل الملك توجهت عند البوليس قالوا لي الموتور عطيناه للسيد اللي كان تسرق له هو راه ما تسرق له لا موتور لا والو انا يا وحق الله يتحمل هذه المسؤوليه ديال هذه الهضره اي حقه معنا بهذا الشيء انا غادي نمشي معاك لواحد النقطه انت من الموتور ملي الموتور ملي ملي ملي, ملي مشيتو للكوميساريه ووقفوا عليك ديك الوقفه كما قلتي في لاكري ومن لاكري دفعوكم للدائره الموتور ديك الساعه تحجز الموتور ما خديتوش من تما عطيتي الكارت غريز ديالك الكارت غريز لاسورانس والاخر ديك الكارت غريز اللي عندك ودوك الجوج اللي جاو معاه ما زيدوهمش معانا يعني كتبوا تاهما لهم شي محضر ولا شي حاجه هذوك مشاو بحالهم هما راه خصهم هذوك راه مساعدين ديالو حتى هو خص يجبد السميات ديالهم منين الا تم التحقيق في هذا الملف هذا انا ما كرهتش يتعاود التحقيق من ازيرو ويحضروا كاع الجميع يعني دابا انت كتقول انك ضحيه نصب ضحيه نصب اخويا راني والله العظيم الا جايه فيا اخويا مشات المليون دابا مشات اخويا يا كل شيء وما تعرف المشكل ما تعرف ندير والو تعرف ان المخدرات ما بعدت اخو من ديك ما بقيتش حال ما كاينش اللي يتبع لي ما ماشي من والديا ماشي من واخويا باختصار وبالرجوله كنت عنزل حتى ولادي معايا في الحبس هذا هو الحد النهائي باش بعدت من هادشي وخبني خرجت امي بقى فيها العام وقالت لي ولدي هكا المهم مسكينه راه كانت معنا دابا الله يخليها لك ويطول في عمرها محروقه حتى هي عطاتني مسكينه باش شريت هذا الموطور باش على اساس نبعث من باش تخدم على راسك وتشوف انا والديا ما توافقونيش باش نكون انا امي او نشوف الشرطه محاربه المخدرات راهم اللي سمعوا هذا النداء هذا يعرفوا شنو كاين راه امي شهدت فيا تنبيع العشيش
انا والديا ما كيبغيوش هذا الشيء، وحنا ما كبرناش بهذا الشيء، وحنا ما بغيتش اخويا ولادي يتسدوا لي. المرأة الصالحة اخويا، انت مرتي غادية معايا للكوميسارية على بنت الحشيش، يعني وكانت حاملة وكون ولدت لي بالحبس، واش غيبقى عندي سلطة على دوك الولاد؟ راه شوف راني ما راقي ما ندير، راه هذاك الموتور هو، راه هذاك الموتور هو اللي عندي في حياتي، راه بحال شي واحد عنده شي 200 مليار ومشات له في بقة واحدة، وهي اللي براس مالها. دابا يعني هذيك البركة اللي عاونتك بها المهمة، خديتي بها هذاك الميطير باش بنادم يبدل حياته. بهذا الموتور نقدر ندبر على راسي ونعيش عادي بحالي بحال جميع الناس. انا تنهي راه السوق تبعك عام وانت خدام، هذا الموتور دخل خمسة المرات الفوريان، جوج كسايد دازو فيه، مسجلين المحاضر، المحاضر ديالهم، وحده مجهوله وحده قبطوا لي السيد اللي قاصني وريكل معايا على حسب الكسايده ديالي، وفي الاخير جا هو دا الموتور وزاد. السيد دا موتور ما فهمت والو، كي دارتها خرج غير من المحكمه وجداه بدون يعني سلم، كي تسلم هذا الموتور باش تحكم هذا السيد اللي حضر معاك غير جلسه، ما بقاش شنو الحكم اللي تعطاه؟ ما بقاش كيتذكر في جميع الجلسات. المره الاولى اللي حضر من تما ما بقاش كتسمع سميتو في المحكمه. كاع هاد السيد اللي كيقول لك مشى لي الموتور ما تواجدش انا وياه كاع، ما دخلنا عند التحقيق كاع، مره واحده وقفنا انا وياه في المحكمه، والمره الاولى هي فين مجينا من لاكري عند البوليس. هاد السيد اخويا اللي كيسول على هاد السيد فين ساكن في مكناس، هاد السيد ساكن في برج مولاي عمر. نعم نعم مش في برج مولاي عمر. يعني دابا انت كتقول انك ضحيه نصب واحتيال، هادشي اللي كان الموتور دابا رجع للسيد داه، وانا بقيت واش تباع عاوتاني شي واحد اخر والله اعلم. لا ما يقدرش يدير هاد العمليه لحقاش من بعد شي كيستبد من شي. الحمد لله عندنا، انا تنقول هاد الهضره بثقه في النفس، عندنا ناس مسؤولين وحاضين جنابهم. من بعد ما وقع هادشي في المحكمه راه داروا تا هما دخل لطرابو بلي كلا بغيت تشري الموطور. الحمد لله دابا تقنن الموطور، راه ما بقاش شي واحد عليه يتغوشم الا بغى يغوشم راسو. اما يا انا راه ما كنتش قاري هادشي هذا كامل، ما كنتش عارفه، انا ما قاريش، وبالنسبه انا غير حباس. واخا مالي لا شوف شوف ما تقولش الكلمه ديال حباس، لا ما تقولهاش، 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 انا نقول يا موسخ ما قاريش، لا حاشا، انا خارج من الحبس واللي تيخرج من الحبس تيكون بحاله بحال المغرب، ما تيكونش عارف القانون، ما تقارنيش مع واحد عنده طوموبيل وشراها مسروقه وما بقاش يسال فيها، هذاك راه شراها طوموبيل، انا راه غير موطور صاحبي اخر فرصه، يعني راه بنادم مكلخ هو اللي كيمشي للموطور فيه البرد فيه، راني انا قبلت على ذاك الكلاخ حيت انا ما قادش ندير والو، ما تقدر ندير والو، ما عندي خدمه وما عندي. وشنو كدير دابا ملي مشى هذا الموقف؟ تنضرب لاكري يا خويا السناق، تنعيش بكتافي يدي، تنقول لك مره مره اقسم بالله لا ديتوني دابا لشي طبيب ولا هذه اليد هذه تنتعب بها في الليل بزاف اخويا، وتنقول لي وفيما تنقول شي قلت ابوك في الدار تبقى تضرني، وراه الشكوى لله عز وجل جلاله. انا خويا بلاتي غير اسمع لي حميد، واحد السيد قال لك شكرا عطيونا شي رقم هاتف، واحد السيد بغى الرقم ديال التليفون ديالك، تعطي النمره ديالك؟ التليفون ديالي نعطي النمره التليفون ديالي، وانا راه ما باغي حتى شي حاجه، باغي اللي ينصفني، لا باغي شي واحد ينصفني يتواصل معايا. لا يقدروا يكونوا ضحايا اخرين، المهم يقدروا يكونوا ناس اخرين. 06 98 20 68 17 هذه هي النمره ديالي، عاودها كتبها اخويا. 06 98 20 68 17 هذه هي النمره ديال حميد اللي بغى يتواصل معاه. وي حميد خويا كما قلتي دابا الان مشيتي للصندوق كتخبط دابا خويا، تم مع راسك يعني بداك الشيء الصندوق تنصور 600 ريال، بعد خطرات 1000 ريال، بعد خطرات 100 درهم، تكون كاع في الصيف تنصوروا 3000 ريال، واللي في الشتا كاين شهر تنصور غير 100 ريال. والله ولادي ما تنجيبش. واخا السيد اللي شريتي من عنده هنا في مكناس، لان الموطور راه تباع لواحد السيد اللي تيخدم في مكناس، تكمل لك ورغم ذلك المعاناه ديال الخدمه الحمد لله عليها، راه ماشي زعما تنقول هكا زعما راني مقصي، راه تديك 600 ريال، راه تديك 600 ريال اللي كنصور ولا 1000 ريال كنخسرها في الطاكسيات والطوبيسات، راه هذا هو المشكل. راه 6 سنين شريت موطور انا في الطوبيس، وراني ما انتزلش على حقي، مازال غنخاطب ومازال غناشد ومازال غنهضر ومازال غنطلع للرباط، ومازال انا بغيت سيدنا يشوف هذا الفيديو هذا، وحق الله خويا ما كرهت سيدنا يشوف ويتدخل بيدو شخصيا، وليس بالناس المسؤولين اللي تدخلوا بهذه المشكلة. انا ما باغي نأذي حتى شي حد، عاش الملك، الله، الوطن، الملك، وكمن هذا المنبر تنشكر جميع السلطات اللي قامت بالمجهود ديالها، والناس هما راه خطأ والحمد لله القضاء خطأ إداري، وهذا السيد هو اللي مجرم الحقيقي، هو هذاك اللي كيقول لك مشى للموتور، وهذاك السيد اللي مشى جاب الكارد كريز اللي باع لي، هادو هما المجرمين الحقيقيين. ولا طلبت من العداله خصهم هادو يتعتقلوا بخسائر ولاد الناس كما ما هضروا
راه الزنقه راه مخسيل ولاد الناس، راه خصهم يمشيو يقبطوهم، هادو خصهم يتقبطوا، ما خصهمش يبقاو يدوروا يبقاو ينصبوا على ولاد الناس. اما اليتيم راه في القهر اخويا، انا راه يتيم. شحال ضعتي دابا اخويا؟ اخويا 6 سنين ولاو سناني تيطروا عليا بيدي تنحيدهم اخويا، ما تلقاش باش نمشي نحيد تسنى اخويا جميع المعاناه. ومن هذا المنبر بلا ما نقول سميتو واحد السيد راه ولد الوزيني الى شباب الفيديو راه يعرف، راه هو اللي تيكسيني اخويا، راه هو اللي عطيني هاد الحويجات باش انا وليت تنحس براسي باشر، راني بحال شي حيوان عايش. مشاهدينا لا ما نبقاش تقول هكا والله، والله اخويا حميد قولي غير موطوري قولي لعابك، انا بغيت شوف بغيت غير موطوري قاد براسي راشد نجبدها ما نعرفش منين يعطوني غير رزقي، الا ما خدمتش بالموطور نمشي نبيع وندير بيعه وشريه، المهم ندير الحل لراسي، انا ما بغيت حتى شي حاجه غير موطوري وبغيت العداله خويا تبين لي حقي. ومن هذا المنبر الا كان تيسمعني سيد الوكيل يتعاقب معايا غدا، راني دايز عند سيد الوكيل نسمع شنو غايقول لي من بعد ما صيفطوني. غدا عندك جلسه؟ راه صيفطوني اليوم باش ناخذ باش نتسلم الموطور ديالي، وعطاوني واحد المهله ديال سيمانه ومشيت ديك المهله ديال سيمانه وليت عندهم اليوم اليوم باش عادي نكتشف بان راه الموطور تاعك الفاسد. ها هي الورقه هادي عطاوها لي باش نمشي نتسلم الموطور ديالي اليوم. ملي توصل عند البوليس كيقولوا لي راه داه داك السيد اللي عرف كيفاش يدي رزق عباد الله بهاد اللغه هادي، عرف كيفاش يدير ينصب عليا وينصب على البوليس كاملين، جا من فاس نصب على مكناس. ما نصبش ما نصبش، هو تحايل، كاين تحايل وغادي شوف الا تبت تحايل وتبت النصب في حق هاد السيد. شوف غير باش تفهمني قانونيا انا قدام الناس كاملين نتعاقب بجميع العقوبات يطبقوا عليا جميع القوانين، اللي ما لقاوش هضره تنقول بصح بان الفيديو ديري له غير تحليل ديال الفيديو اللي قال لك مسروق له، راه التاريخ رجعوا لكري مشى ليا الموطور، راه التاريخ اللي عندنا ديال فوق السرقات له يرجعوا به لكري واخذوا الفيديو، داك الفيديو اللي ورانا راه كبرناه لنا غير في التليفون ديالو، يمشيو يجبدوه للناس المسؤولين من السوق وعايديروا له التعيين ديال داك السيد اللي كان راكب فوق الموطور، غيلقاوه هو النهار اللي ضرب داك هو اللي خرجه. لحقاش انا الفيديو شفته غير مره واحده، واخا ما كنتش نبل ولا شاك في التالي، بقيت تنفكر تنفكر بقيت تنميمواري تلقى داك الجناح ديال كتابه هو الجناح اللي كان واقف قدامي بلا 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 كاسك. يعني داك السيد اللي كان واقف فوق الموطور يعني بحال نقولوا القيمه ديال كتافه، المهم عبرته بحال نقولوا عبرته الشخصية، هادشي هادشي ديالي اختصاصي انا بالروحانية ديالي. تا دابا تنوعد الناس كاملين نتعاقب على هادشي قانونيا، إلا كانت شي هضرة ما ثبتاش بلاصتها وعيت تنهضر يجيبوه ويجيبوا الفيديو ويديروا المعاينة، وإلا ما لقاوش هو النيت اللي سرق الموطور نطبق ويديروا بحث ويديروا بحث ديالهم بأن الموطور كيخرج هو راه لوب موطور كيخرج بليفان، وانا ركبالو الكوازاكي كيخرج ب 200 لحقاش ركبالو الفرفاله لقدام. انا عاد وليت تنعرف هادشي من بعد ما مشى 6 سنين وانا تنحماق في الماطر، وليت تنعرف هادشي يعني وليت تنحماق على الموطور، وليت تنشوفو قدامي تنبقى نشوف فين الساعه عاد شي ولد تلف لي، راني دخلت راني ما عارف ما ندير باغي غير صايب. رساله واضحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تابعي، كنتمناو انه يكون تفاعل ايجابي مع النداء ديال هذا الشاب هذا اللي اليوم يعني كما قال انه الفرصه الاخيره وما خلاوهاش ليه، يعني تاب يعني تاب على قبل تاب لله اولا، تاب على قبل وليداته على قبل مهمته على قبل والديه، ولكن اليوم كما كتشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تابعي. اسمح لي اخي حميد لحظه، نعم كنتمناو مشاهدينا متابعي قناه شوف تابعي انه توصل الرسالة ديال هاد الشاب هذا، يكون تفاعل ان شاء الله ايجابي مع النداء ديالو مع يعني الطلب ديالو اللي سمعنا الان، وكذلك كما سمعنا انه الان يعني في ترافو بيبليك ولا في سيرفيس ديميل راه ولا سيرفيس اللي خاص بالبيع والشراء ديال الماطر باش يوقفوا هاد العمليات ديال النصب والاحتيال اللي كيمشيو ضحاياها ناس ما عارفينش. فها هو السيد ما عارفش يعني مسكين كما كنقولوا خارج باغي يخدم، خارج باغي 15 يوم خارج من المؤسسه السجنيه باغي يتايب لله صافي طاب باغي يرضي مهمته ويرضي راسو، كيلقى راسو انه يمشي ضحيه ديال واحد يعني واحد الناس اللي اش غنقولوا انهم واش شنو علاش كما كنقولوا علاش كيقلبوا، واش حنا شنو الرباح عندنا، واش هذا السيد يتعتق ويخرج ويعيش في السيفيل ويعيش مدني ويعيش كانسان ويربي وليدات ويولي انسان صالح، ولا يبقى غادي داخل السجن راه حنا اللي ضايعين فيه وضايعه فيه عائلته وضايعه فيه حتى الدوله وضايع فيه كل شيء. فهاد اخر فرصه كما قال هو سي حميد كنتمناوها انها ترجع ليه هاد التريبورتور ديالو، لانه راه التريبورتور الان راه حل ديال بزاف ديال الاسر اللي مساكن فقدوا فرص الشغل واللي كيخدموا بكل امانه كيخدموا بكل شرف، ما كندويوش على هادوك
اسمح لي يا حبيبي، راه ما كندويش على دوك الناس اللي كيركبوا ولا تريبورتورات وكيديروا بهم الجرائم وكيجريسيو بهم وكيديروا فيهم الكلاب وزيد وزيد وزيد. حنا كندويو على ناس اللي كيصبحوا مع 5 الصباح في لاكري، كيصبحوا مع 6 الصباح في المرسى، كينقل الناس السلع ديالهم اثمنه يعني باثمنه مناسبه ديال الدرويش، يعني كيقضي الغرض حتى هو كيدي واحد البركه ودوك الناس كيديو واحد البركه. فمن حرم موش هاد الشاب هذا من هاد 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 الدخل هذا اللي كان يعني على الاقل ما مخليهش انه يعني يعيش هاد المعاناه اللي كنسمعوها الان. كنتمنوا التفاعل الايجابي لانه هذا حل من الحلول. القضاء الحمد لله، مؤسسه القضاء الحمد لله نصفاتو وعطاتو الحق ديالو وحكمات ليه بالحكم النهائي في حقه. الان كنتمنوا التطبيق ديالو، ولا كان شي لبس او كان شي حاجه ماشي هذيك ممكن تداركها في القريب العاجل. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في هذه الليله الرمضانيه في خامس ايام رمضان. الله يتقبل منا ومنكم. كنتمناو انه يكون تفاعل ايجابي مع النداء ديال هذا الشاب واللي من موراه النميمه الطيبه والانسانه الحنونه الله يخليها لكم. الى اللقاء مشاهدينا متابعي قناه شوف تابعين من حي برج مولاي عمر، الى اللقاء.